السؤال هو إكري أن كوموند كي بيرمي دو ليسي لي زومبلويي كي أبيت أ فاس إي دون لاج إي أونتخ 20 إي 28. إذن أكتب أمر بحيث يقوم بجرد الموظفين الذين أو لي بيرسون الذين يسكنون مدينة فاس والسن محصور بين 20 و 28. إذن هناك ثلاث شروط. الشرط الأول أن المدينة فاس الأج أكبر من 20، الأج أصغر من 27، وبالتالي سنقوم باستعمال الأوبراتور أند على هذه الشاكلة. إذا سنذهب إلى database نقطة، سنذهب إلى الكولكشن بيرسون، ثم سنقوم بفند، وفند سنمرر لها الركات التالية أحبائي الكرام. إذن بين قوسين إذن الشرط سيكون مجموعة من الشروط، وبالتالي سنستعمل إن شاء الله دولار وننادي على الأوبراتور أند نقطتان، ودائما أن تأخذ مصفوفة من الشروط. إذن المصفوفة الأولى والثانية والثالثة. إذن الشرط الأول الخاص بالمدينة، ولا مدينة أستسمح هنا، ولا إذن أكولاد مفتوحة، ثم أكولاد مسدودة الأولى، ثم الأولى، إذن الشرط الأول خاص بالمدينة نو في تساوي مدينة فاس. ولا الشرط اج السن اج اكبر من او يساوي. ما معنى اكبر من او يساوي؟ يعني greater than. اذا سنذهب الى الاوبراتور greater than، then greater than equal أكبر من 20، سنذهب إلى الأج نقطتان، ستكون على هذه الشاكلة. كذلك هنا الأج نقطتان. الشرط الأول أكبر من أو يساوي، سننادي على ذاك الشرط دولار greater than equal نقطتان أكبر من أو يساوي 20، ونفس الشرط أصغر هذه المرة يعني less than less دولار less than إيغول نقطتان 28. إذن هذه هي الشروط، نتمنى من الله صادقين أن تكون صحيحة. لا يوجد أي، إذن سنقوم بإضافة أشخاص يسكنون فاس وسن السن محصور بين 20 و 28. إذن الأشخاص دائما السن هناك 110 110، إذن لنقوم بتبديل السن إلى مثلا 30 لكي نحصل على بعض النتائج. إذن سأذهب إلى إبريت ميني وسأجعل السن بأكمله، سأذهب المدن ست لأجعل جميع الموظفين يسكنون في مدينة فاس. إذن ست سأعطي هنا نونفيل لفاس لكي نرى النتائج ونتحقق.
كإضافة عنصر جديد يسكن فاس، محصور بين 20 و 28 بالنسبة للسن. يفلي الدوكيمنت ريكورد اوتوماتيك اوبيراتور، يفلي سميني ست نون فيديو ساوي فاس. إذا كنت ارتكبت خطأ أحب الكرام، يعني أمرر الشرط ثم الموديفيكاسيون على إذا كانت فانت يجب أن أجد جميع الموظفين ينتمين إلى مدينة فاس، الآن سأقوم بتغيير التغيير، مثلا إعطاء الموظف رقم 23 تبديل الاسم بالنسبة ل 23 باسم الموظف رقم 4، سأعطيه سن مثلا 23. ابديت واحد، سأذهب إلى الموظف الذي رقمه نيم بي يساوي 4، سأجعل من السن 6، إيج سأعطيه السن 23. فوالا، نعم إلى ذا سفين فانت أحبائي الكرام، يعني الشخص رقم 4 يسكن في فاس و 23. سأقوم بتطبيق الروكت التي كتبتها لاحقا التي تتوفر على أند. إذا النتيجة أحبائي الكرام هي 4 فاس، لاحظ يعني صحيحة، استعملت الأوبيراتور أند واستعملت مصفوفة ومرت لها الشروط فاس والسن أكبر من يساوي 20 والسن أصغر من يساوي 28. إذا شكرا على انتباهكم، الحمد لله توفقنا في بالإجابة على هذا السؤال، شكرا لكم وإلى اللقاء. مع العلم أن السؤال معاد هنا، يعني السؤال 5 والسؤال رقم 7 نفس السؤال. إذا لننتقل إلى قواعد البيانات العادية، يعني شكرا لكم وإلى اللقاء.